نبتدي من بيان وزارة الصحة والسكان اليومي اللي بيتم الإعلان فيه بشكل يومي عن أعداد المتعافين اللي خرجوا من المستشفيات، أعداد المصابين الجدد، وطبعا أعداد الوفيات. البيان امبارح بيعلن عن خروج 901 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات بعد ما تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وبكده ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس ل 326265 لحد امبارح. كمان الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان اعلن انه تم تسجيل 830 حاله اصابه جديده ثبتت ايجابيه تحليلها معمليا للفيروس ومتحوراته، وده طبعا بيتم ضمن اجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمه اللي بتجريها الوزاره وفقا لارشادات منظمه الصحه العالميه. بينما في مصر سجلنا امبارح 29 حاله وفاه جديده بسبب فيروس كورونا. يمكن كمان طبقا لتوصيات منظمه الصحه العالميه اللي صدرت في 27 مايو 2020 اللي بتقول انه زوال الاعراض المرضيه لمده 10 ايام من الاصابه يعتبر مؤشر لتعافي المريض من فيروس كورونا. واشار كمان دكتور حسام عبد الغفار لاجمالي الارقام كما هو موضح في البيان امام حضراتكم انه اجمالي المصابين 391945 من ضمنهم المتعافين، والوفيات في مصر 21938 حاله وفاه. اظن يعني حضراتكم كلكم ملاحظين انه ارتفاع معدل الاصابات، بنتكلم فيه 800. وخلوني اوضح برضو ان دي الارقام اللي بيتم اكتشافها، يعني الحالات اللي بتقول انا عندي كورونا، في حالات تانية او اللي بتروح تعمل مساحات، في ناس تانية ما بتروحش بتكتشف او ما بتكتشفش او بتظهر عندها اعراض وبتتجاهلها، في ناس تانية بتظهر عندها اعراض وبتعزل نفسها منزليا بدون ما تبلغ الوزارة، في ناس تانية بيجي لها في شكل أعراض أخف فيقول لك ده دور برد عادي بس شديد شوية ويطلع في الآخر كورونا أو أوميكرون. فالأعداد اللي بتعلن أظن أنه في أكتر منها، لأنه في حوالينا ناس كتير هتلاقي بيظهر في دايرتك القريبة، في معارفك، في أصحابك، في بعض المشاهير، كتير ناس دلوقتي ابتدى يبقى عندهم كورونا. فإحنا دلوقتي أظن في ذروة الموجة اللي كانت متوقع ان هي تنتهي في اكتوبر ونوفمبر، ولكن بكل اسف هي مكمله معانا لحد دلوقتي احنا في يناير، خاصه انه الفيروسات في العموم بتنشط في درجات الحراره المنخفضه، فبالتالي فيروس كورونا نشط جدا في الاوقات اللي احنا او الشهور اللي احنا بنعيشها دلوقتي. فده بيتطلب من حضراتكم غير بقى ان احنا ناخد التطعيم ونسجل لطلب تلقي التطعيم، اظن انه ده بقى امر يعني مفروغ منه، لانه الطريقه الوحيده ان احنا نقي نفسنا من مضاعفات الفيروس هي انك تروح على طول تسجل وتاخد التطعيم. لكن ارتداء الكمامات، ويعني كلنا ولا لا استثني نفسي حتى، كلنا بقينا مستهترين شويه، بقينا نتخلى عن الكمامات في كتير من الاماكن العامه، بقينا ما نحافظش على مسافات التباعد الاجتماعي. ارجوكم نرجع مره تانية بفكر حضراتكم ونفسي انه ده الطريقه اللي احنا ممكن نحمي بيها نفسنا من الاصابه ومن مضاعفات الفيروس، لانه حتى وانت متطعم وحتى وانت واخد التطعيم بجرعتين وعلى فكره، وحتى الناس اللي تاخد الجرعه التنشيطيه الثالثه، ده لا يقي من الاصابه بشكل كامل. يعني مش معناها ان انت مش هتصاب 100%، لا هتصاب ومعرض للاصابه. واكيد كلكم سمعتوا يقول لك ده فلان واخد التطعيم ومع ذلك اصاب بالكورونا، ده ما حدش ابدا قال ان هو مش هيحصل، لكن على الاقل بتحمي نفسك من مضاعفات خطيره ممكن توصلك ان انت تحتاج عنايه مركزه وجهاز تنفس صناعي، وفي بعض الاحيان لا قدر الله طبعا بتسبب الوفاه. ربنا يحفظ الجميع يا رب. ولكن هذه الجائحه اللي العالم كله بيعيشها أصبحنا مضطرين للتعايش معها بشكل أو بآخر لحين ظهور علاج جذري يقضي على هذه الجائحة.